بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعاود دروسنا من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى قال: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى سبقها تنبيه، ولعل يعني ربما عبارة من الدرس الباقي لا تزال ربما لم نقرأها، لكن هي تحصيل حاصل لما سبق، فإنه قال في هذه العبارة التي تركناها: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. وسبق تكلمنا في هذا كثيرا وفصلنا حوله، فهذه العبارة تحصيل حاصل لما تقدم. أما قوله كما ذكرنا فيما وقفنا عليه، وهو قوله: اعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى إلى آخر كلامه، فيأتي عليه الشرح من كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. لكن في جملة مختصرة جدا نشرح عبارة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ثم نتطرق إلى شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. فقول المؤلف إمام البربهاري رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، أي هو من عند الله، ليس من عندي غير الله عز وجل، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، يعني ليس لأحد فيه دخل، إنما هو من عند الله خالص. وقوله: وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، أي علمه التفصيلي، يعلمه الله وعلمه لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: فلا تتبع شيئا بهواك، فيه تحذير من اتباع الهوى، وهو والعياذ بالله المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة، واتباع ما تهواه النفس في مخالفة ذلك. وقوله: فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، هذا يقصد به ما كان من ما يستحق أن يخرج به من الإسلام، وإلا فليس كل اتباع للهوى يخرج به صاحبه من الإسلام. وقوله: فإنه لا حجة لك، يعني بعد البيان، أنا قصدت يعني أننا أشرح شرح مجمل حتى لا تختلط العبارات، لأن العبارات فيها إطلاق، عبارات الإمام رحمه الله تعالى فيها إطلاق وتعميم حتى لا تلتبس بعض المعاني على بعض الناس،
وربما يمشي البعض أثناء الشرح أو ينام أو يغفل أو نحو ذلك، فهذا من باب التنبيه. فقوله فإنه لا حجة لك، يعني بعد البيان، وهذه قاعدة شرعية مأخوذة من قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، ويقصد بالسنة كما تقدم مرارا، يقصد بها الطريقة، أي الطريقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المشتملة على العقائد والعبادات والمعاملات، وليست السنة الاصطلاحية. أي نعم. وقوله وهم الجماعة، يعني يقصد الصحابة، يعني الضمير عائد على لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، يقصد يعني أن ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو المنهج، وهو منهج الجماعة، وهم الجماعة، ولا تغتر حتى ولو كان الناس كثرة والجماعة قلة، والجماعة قلة، فهم مع قلة عددهم إلا أنهم هم السواد الأعظم. هذا هو المقصود، ويأتي عليه التفصيل إن شاء الله. قوله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، وهذه أيضا عبارة فيها إطلاق، وهذه العبارة لابد من حملها على أن المقصود بذلك أن من خالف شيئا من أمر الدين فيما يكفر به، فيما يكفر به، وليست كل مخالفة تكون كفرا وخروجا عن الدين، ويأتي بعد ذلك التفصيل إن شاء الله تعالى. أما الشرح فكما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال: الدين إنما جاء من عند الله، يعني قوله اعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله، قال الدين إنما جاء من عند الله، فهو الذي شرع الدين سبحانه، فليس لأحد أن يشرع دينا لم يأذن الله به. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين دين الله، وليس لأحد أن يأتي بشيء ويقول تدينوا به وتعبدوا به، فهذا فيه مخالفة لما أمر الله عز وجل به، وهو أن يتدين الناس بدين واحد، وهو الدين الذي جاء من عند الله، وهو دين الإسلام. فمن دعا الناس إلى دين غير دين الإسلام فإنه يكون قد دعا إلى غير ما جاء من عند الله، أو إلى ما جاء من عند غير الله سبحانه وتعالى. قال: هذا استنكار وتحذير، فالدين هو ما شرعه الله وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الذي قال الله جل وعلا فيه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهو دين الإسلام، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين، ولفظ الدين لفظ يفيد الاستغراق، يعني ألف واللام هذه تدل على الاستغراق، يعني أي دين يقبل فهو الدين الذي يوافق دين الإسلام، يعني كل ما جاء به الأنبياء فهو دين الإسلام، كل نبي جاء إنما جاء بدين الإسلام، هذا هو شريعة الأنبياء، خصوصا هؤلاء الخمسة أولو العزم، هذا دينهم، فمن حاد عنه أو اختلف عنه هلك وضل، وهو مبني على توحيد الله عز وجل، يعني دين الإسلام مبني على التوحيد وترك عبادة ما سواه والتقيد بما شرعه الله عز وجل
والابتعاد عما حرمه الله، هذا هو الدين، هذا هو الدين، يعني الذي جاء من قبل الله سبحانه وتعالى. قال قوله: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، أي ليس الدين ما استحسنه الرجال أو رأوه، فإن هذا ليس دين الله، هذا دين الناس الذي أحدثوه. أما دين الله فهو الذي شرعه، أما ما رآه الرجال بآرائهم فهذا ليس هو دين الله عز وجل، وإنما هو دين من رآه. فلا ينسب إلى الله من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما شرعه غيره لا ينسب إلى الله، إنما ينسب إلى من شرعه، والله بريء منه. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهكذا كل طريقة وإن لم يسميها الناس اصطلاحا دينا فهي دين، إذا أمر الناس بها وأمروا الناس بها وألزموا الناس بها فهذا دين. والدين يعني الطريقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، يعني على طريقة صاحبه. ولذلك كل طريقة يلزم بها الناس فهي دين، وعليه فالعلمانية دين، والديمقراطية على طريقة الغرب دين، والليبرالية دين، وغير ذلك. فكل هذا أو كل هذه أديان، وما جاءت من عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الناس يلزمون بها من قبل من جاءوا بها، ومن جاء بها يريد أن يجعلها في الناس عامة، ولذا فهذا جاء من عند غير الله تعالى فهذا ليس بدين. وكل طريقة تخالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ليست من الدين. وكما نكرر، المقصود بترديدنا كلمة سنة مع كلام الإمام هنا مشيا مع اصطلاحه، أن السنة المقصود بها هنا طريق الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من جاء برأي يريد أن يلزم الناس به كذلك فهذا دين أيضا، حتى ولو كان رأي واحد، فإن كان هذا في مصادمة ما جاء به النص البين في الكتاب والسنة فهذا دين. الذي يخالف نصا صحيحا صريحا في الكتاب والسنة ويريد أن يلزم الناس بخلافه وهو من رأيه أو من رأي غيره، ويلزمهم بذلك ويقول هذا رأي العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الأستاذ الفلاني أو المجاهد الفلاني أو نحو ذلك، فهذا والعياذ بالله يلزم الناس بدين غير دين الله سبحانه وتعالى. فهو داخل في الآية، فهو داخل في الآية: أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك كل إنسان يحاول أن يشرع تشريعا ولو في مسألة واحدة فهذا يدخل في الآية: أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وعليه فإذا شرع نظاما كاملا زي النظام الديمقراطي، النظام المش عارف مثلا العلماني، النظام كذا النظام كذا، فهذه كلها أديان ليست من عند الله سبحانه وتعالى، فضلا عن التعبد بأديان نسخت بل أديان محرفة كاليهودية والنصرانية ونحو ذلك. قال قوله: وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أمور الدين توقيفية، يعني علم هذا الدين عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أنها موقوفة على ما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يضيف إليها شيئا. قال: لا بد من الأدلة عن الله ورسوله في أمور الدين، يتقيد بما جاء في الكتاب والسنة من أمور الدين، وتترك المحدثات والبدع
التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان أهلها يرونها دينا، حتى لو أهلها يعتبرونها دينا كما ضربنا على ذلك الأمثلة، ويتقربون إلى الله بها، فنحن لا نلتفت إليها ولا نؤمن بها، لأن دين الله ما شرعه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فكل من ابتدع وكل من اخترع، حتى ولو قال أنا داخل دائرة الإسلام وأجتهد برأيي، فكل من جاء بشيء ليس من الكتاب ولا من السنة وخالف هذا الوقف، لأن الكتاب والسنة وقف، والوقف هذا يسمى دين، فالدين موقوف على ما جاء في الكتاب والسنة، فالذي يأتي بخلاف ذلك وإن قال أنا أتدين بذلك، فنقول له هذا دين ليس دين الله عز وجل، كفعل الجهمية مثلا ونحوهم. فالذين حرفوا صفات الله أو عطلوا صفات الله عز وجل، فهؤلاء جاءوا بطريقة غير طريقة القرآن والسنة، حتى وإن قالوا نحن أهل إسلام، فهذا يرد عليهم ويقال هذا مخالف للكتاب والسنة، والدين موقوف على الكتاب والسنة، ولذا قال وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الفوزان رحمه الله: لأن الدين مبني على العلم الذي جاء من عند الله ورسوله، ولا تتبع أهواء الناس ولا آراء الناس وما استحسنوه وما تتابعوا عليه، وهو ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى تأويل الصفات رد، تعطيل الصفات رد، إلزام الناس بقوانين وتشريعات لم يشرعها الله ولا رسوله رد، وهكذا. قال: فالذي يريد أن يكون عمله صالحا مفيدا فعليه بأمرين. أي عمل كي يكون صالحا مفيدا لابد أن يتصف هذا العمل بأمرين. الأمر الأول: إخلاص دينه لله من الشرك، أي تخليص دينه لله من الشرك، إنه يكون مؤمن موحد دينه خالص من الشرك. والأمر الثاني: اتباعه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخلاصه من البدع والمحدثات، وإخلاصه من البدع والمحدثات. يبقى لابد من إيمان صحيح واتباع صحيح، واتباع صحيح. هو يقول أنا مؤمن لكن دخل على توحيده ما دخل من الشوائب، هو يقول أنا متبع الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: وسيجد الإنسان مخالفات في العقيدة ومخالفات في العبادة، في العبادات كثيرة، الناس لهم أهواء ولهم رغبات ولهم آراء ولهم طرق، فنحن لا نتبع الناس بل نعرض ما عليه الناس على الكتاب والسنة. هو ده الحكم. اختلف أنا وأنت، تعالى نختلف من خلال التحاكم إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفهما فهو باطل. يقول قوله: فلا تتبع شيئا بهواك، قال يعني لا تتبع شيئا بهواك ورغبتك، ولكن يكون هواك ورغبتك تابعين لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تهوى إلا ما جاء عن الله ورسوله، ولا ترغب إلا ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبيل النجاة.
إذا اتبعت هواك صرت من الذين اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الوحي المنزل. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم. اللي يترك الدليل من القرآن والسنة البين الواضح ويفعل ويعمل بغيره مع البيان والعلم فهذا يتبع هواه، لأنه بعدما بان له وانحرف فيتبع ماذا؟ فيتبع هواه. نعم. قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لأنه إن لم يحكم بما أنزل الله يكون في هذه الحال متبع للهوى، هذا كلام صريح. بل قيل لي أشرف الناس وأفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. لأنك لو اتبعت أهواءهم تكون متبعا للهوى، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وفي موضع آخر قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فانظر، الذي يترك الكتاب، يترك السنة، يترك الدليل الواضح البين ويتجه إلى غيره بعد ذلك، هذا يتبع الهوى. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يتبع أهواء الذين لا يعلمون، الجهلة الذين لا يعلمون، وليس الموافقة لهم نوع من التأليف للدين، لا، الموافقة لهم نوع من اتباع الهوى، الموافقة لهم اتباع للهوى. ولذلك لو قال قائل: أنا أقول ذلك تأليفا لهم، قلنا له: هذا ضلال، ولولا جهلك لكفرت. فعندما يقول قائل مثلا: لو أن الصندوق جاء بترك التحاكم إلى الشريعة فهذه إرادة الشعب، فهذا إن قاله معتقدا صحة ذلك كفر بالله عز وجل، وإن قاله جاهلا كما يقول بعضهم تأليفا لهم ونحو ذلك، قلنا له: لولا جهلك لكفرت، والعياذ بالله. ولذلك الذي يتبع أهواء الذين لا يعلمون إنما يتبع هواه أيضا، والعياذ بالله، لأنه يترك عند ذلك الكتاب والسنة. نعم. قال: فأنت بين أمرين، إما أن تتبع الدين الصحيح وإما أن تتبع الهوى، لا ثالث لهما. قال قوله: فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. قال: من اتبع هواه فإنه يمرق من الدين. المروق يعني الخروج السريع، الخروج السريع. قال: من اتبع هواه فإنما يمرق من الدين ولو على المدى البعيد. ولو على المدى البعيد يعني أول شيء يتساهل في المخالفة والهوى، ثم يتعاظم اتباع الهوى إلى أن يخرج من الدين. إنه ممكن يبدأ ببعض المسائل وبعدين هذه المسائل تزيد 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 مع الوقت يخرج من الدين، والعياذ بالله. قال: فيصير دينه هواه، كما قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فالهوى إله آخر، وليس الشرك مقصورا على عبادة الصنم أو الوثن. يعني الشرك مش عبادة غير الله سبحانه وتعالى يعني يقصد بها الأصنام والأوثان فحسب، بل هناك عبادة من أسوأ العبادات والعياذ بالله الشركية، التي يظن أصحابها ربما أنهم يفعلون الخير
وهي الهوى، عبادة النفس أو رأي النفس، فيعبد هواه، يعبد رأيه هو والعياذ بالله. قال: فالهوى إله آخر، وليس الشرك مقصورا على عبادة الصنم أو الوثن، بل هناك شيء آخر وهو الهوى. فقد لا يعبد الإنسان الأصنام والأشجار والأحجار، ولا يعبد القبور، لكن يتبع هواه، فهذا عبد لهواه. فعلى الإنسان أن يحذر ولا يتبع إلا ما وافق الكتاب والسنة. ولذلك أمثال هؤلاء تجدهم يتغيرون ويتلونون بحسب الهوى والعياذ بالله، يتلون بحسب الهوى، يعني تراه بالأمس كان يقول شيئا وغدا يقول ضده تماما وما يقابله تماما. كيف ذلك؟ اتباعا للهوى، نسأل الله العفو والعافية. قال قوله: وليس هذا معناه أن كل من خالف ما كان يقوله قبل متبع للهوى، وإلا فالعلماء منهم من كان يقول القول ويرجع عنه أو يجتهد في المسألة ويذكر له أيضا فيها قول آخر، أو أن يكون الأمر من باب الفتوى، أن يكون الأمر من باب الفتوى، انتبه لهذه المعاني، يكون الأمر من باب الفتوى، يعني إذا سئل عن الحكم قال كذا، فإذا سئل عنه كفتوى قال غيره، قال غيره. فالذي لا يعلم الفرق بين الحكم والفتوى يظن أن هذا نوع من اتباع الهوى، يظن أن هذا نوع من اتباع الهوى. يعني على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله شاب في رمضان عن القبلة قال لا، ثم سأله بعد ذلك شيخ عن القبلة قال لا بأس، مع أن السؤال واحد، لكن انتبه للفتوى، هذا الشيخ الكبير أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا بأس بها، لما يظنه النبي صلى الله عليه وسلم به أنه لن يتطرق إلى أمر الجماع ونحو ذلك، لأنه شيخ كبير. أما الشاب فإنه ربما يتطرق الأمر إلى الجماع فيفسد صومه. وهكذا الفرق بين الحكم والفتوى. وإشارة أوضح من ذلك ربما تلتبس خصوصا مع الكلام، وأننا نقول ترى المتلون يقول القول ويغيره بعد ذلك، فلربما من لا يعرف الفرق بين الحكم والفتوى تلتبس كل الأمور عنده. فالمثال الذي ربما يشتبه مثلا في هذه الأيام، أنتم الدعوة السلفية كنتم تقولون لا نشارك في الانتخابات ولا في السياسة، والآن تقولون نشارك في الانتخابات والسياسة، هل هذا اتباع للهوى؟ نسأل الله تعالى العافية. فنحسب والله أعلم أن هذا من باب الحكم والفتوى. فكنا في زمن نقول لا نشارك لأن الحال ما كان يصلح لذلك، ونقول الآن نشارك لأننا نظن أنه الآن ربما نقلل المفاسد، وإن رجع الحال إلى ما كان عليه رجعنا إلى ما كنا عليه، بخلاف المتلون بالهوى. المتلون بالهوى فتراه مثلا يقف هذا اليوم ويقول المنهج الفلاني أحسن منهج ونحو ذلك، ويزكي منهجا مثلا تكفيريا، ثم تراه بعد أسبوع مثلا واحد نتيجة مؤثرات وأهواء يخرج ويقول هذا المنهج منهج باطل، ويأتي منهج باطل بعد ذلك آخر ونحو ذلك وهكذا، أو مواقف في الحقيقة ظاهرها الهوى. يعني كهؤلاء الذين لما كانت المظاهرات في شارع محمد محمود والعباسية فقيل لهم انزلوا المظاهرات، فقالوا لا لا ننزل، جماعة الإخوان، فقالوا لا لا ننزل لأن فيها دماء. تذكرون ولا نسيتوا؟ العباسية ومحمد محمود فيها دماء ولن ننزل أبدا. وآخر أيضا كان
يهاجم مرشحا للرئاسة في برنامجه، وقعد أسبوعين ثلاثة أربعة يهاجم مرشح معين للرئاسة في برنامجه. لماذا؟ يقول هذا عنده جرأة على الدماء، جرأة على الدماء. كلاهما الآن يدعو الناس إلى الدماء. كلاهما هو الذي كان يقول المرشح الفلاني الرئاسي ده إنسان جريء على الدماء، ودم مسلم واحد أعظم عند الله من هذه الرئاسة. هو الذي يتهم من يقول هذا الكلام الذي قاله هو بالخيانة والنفاق ونحو ذلك على منصة ربع العدوية بكل وضوح. من أين جاء هذا التغيير؟ ما هذا التغيير العجيب هذا؟ ولذلك ما فيش ضابط شرعي، ولذلك تجد الهوى، نسأل الله العفو والعافية، والأهواء النفسية تؤثر في الناس في ذلك، فنسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. قال قوله فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، قال من اتبع هواه فإنه يمرق من الدين ولو على المدى البعيد. أول شيء يتساهل في المخالفة والهوى، ثم يتعاظم اتباع الهوى إلى أن يخرج من الدين فيصير دينه هواه، كما قال جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فالهوى إله آخر، وليس الشرك مقصورا على عبادة الصنم أو الوثن، بل هناك شيء آخر وهو الهوى. فقد لا يعبد الإنسان الأصنام والأشجار والأحجار ولا يعبد القبور، لكن يتبع هواه، فهذا عبد لهواه. فعلى الإنسان أن يحذر ولا يتبع إلا ما وافق الكتاب والسنة. وطبعا أبرز من عبد هواه هم اليهود، والعياذ بالله، بل هذه الآية نزلت في اليهود، نزلت في اليهود، وهي عامة في كل من اتبع طريقتهم، فإنهم مع ما كانوا عليه من العلم إلا أنهم كفروا بالله عز وجل بسبب ماذا؟ الهوى. نعم. قوله فإنه لا حجة لك، فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. لا حجة لمن خالف واتبع هواه، لأنه ضل بعد البيان. حط تحت خط كلمة بعد البيان، تنبيها وتحذيرا واحترازا من فهم كلام الشيخ انه بيطلق الايش؟ عدم العذر بالجهل، فيقول لانه ضل بعد البيان. لا حجة له بعد البيان، مش لا حجة له مطلقا. نعم. قال وبعد العلم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ليس جاهلا بل يعرف الكتاب والسنة ويعرف أقوال أهل العلم، لكنها لا توافق هواه فيتركها ويأخذ ما يوافق هواه، هذا هو الضلال والعياذ بالله. فاتباع الهوى خطير جدا، فعلى الإنسان أن يحذر من اتباع الهوى. قال الله عز وجل لنبيه داود عليه الصلاة والسلام ولا تتبع الهوى، علشان حد ممكن يظن أنه في سلامة من ذلك، أبدا محدش في سلامة من ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا جميعا والمسلمين من الهوى. قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولابن الجوزي رحمه الله كتاب في مجلد ضخم اسمه ذم الهوى، أورد فيه من الأدلة وأقوال أهل العلم والحكم التي تحذر من اتباع الهوى. فالواجب على الإنسان أن يحذر من هواه، فإنه قد يسلم من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والقبور، ويعرف التوحيد ويعرف السنة ويكون عالم كما، وإلا فالله تعالى قال أفرأيت من اتبع إلهه هواه وأضله الله على علم. قال لكن لم يسلم من اتباع هواه، وهذه مصيبة عظيمة. فعلى المسلم أن يحذر من اتباع هواه، ويكون هواه تبعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، صححه النووي في الأربعين.
وقال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لأمته، حتى قال بعض الصحابة ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما، يعني ما ترك لنا شيئا إلا وعلمنا ما يتعلق به. قال ما ترك شيئا مما تحتاجه البشرية مما يقربها إلى الله ويبعدها عن الكفر والضلال إلا بينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة انتقل إلى جوار ربه بعدما بلغ البلاغ المبين وأوضح السنة لأصحابه، وقال في خطبة حجة الوداع ألا هل بلغت؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت، فقال اللهم اشهد. قال قوله وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، أي أصحابه صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، أي هم أصل الجماعة. نعم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، القرون الثلاثة الخيرية. نعم. وهي القرون المفضلة، هؤلاء هم الجماعة، يعني هم أصل الجماعة، ومن جاء بعدهم فهو تابع لهم يتبع الأصل الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال هم الجماعة الذين أمرنا الله أن نكون معهم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون معهم، ونهانا عن مفارقتهم، وهم السواد الأعظم الذي على الحق وعلى الهدى. فالذين يجهلون السلف ويقللون من شأنهم ويقولون هم رجال ونحن رجال، ويقولون لا مانع من أن نحدث أشياء ولسنا ملزمين باتباع السلف وأقوال السلف، فهذا ضلال والعياذ بالله، كما هي البدعة المنكرة التي خرج بها بعض المحدثين الذين يقولون هم رجال ونحن رجال، وبعضهم يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، وهذا الضلال، بل طريقة السلف أسلم وأعلم، وطريقة الخلف إن خالفت طريقة السلف فهي أجهل وأضل، نسأل الله العفو والعافية. يقول ويقولون لا مانع من أن نحدث أشياء ولسنا ملزمين باتباع السلف وأقوال السلف، فهذا ضلال والعياذ بالله. هذا فصل لآخر هذه الأمة عن أولها، وإذا انفصل آخرها عن أولها هلكت. فصل لآخر الأمة عن أولها، آخر الأمة المتأخرين عموما مثلنا ومن كانوا قبلنا ونحو ذلك، وعن أولها الصحابة والتابعين. ولذلك لو فصل الأول عن الآخر خلاص يبقى دول حال ودول حال آخر، إنما من أراد أن يكون حاله كحال الصحابة فعليه أن يسير على منهجهم ويتصل بهم. قال يوجد الآن من يحذر من مذهب السلف ويحذر من الرجوع إلى أقوالهم، ويقول هذا زمان مضى، فيحذر مما عليه السلف ويحث على الابتكار في الدين. الدين توقيفي وهو اتباع وليس ابتداعا وابتكارا. الابتكار يكون في الصناعات والمنافع الدنيوية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. اللي ينفع أن الإنسان يبتدع فيه ويبتكر فيه هو الأمور الدنيوية، وللأسف أكثر المسلمين يبتدع في الأمور الدينية ولا يبتدع في الأمور الدنيوية، بدليل أن الكفار يتقدمون علينا في كل ساعة في الأمور الإيش الدنيوية،
ونحن نوافقهم في كل لحظة في الأمور الدنيا الدينية، نسأل الله العفو والعافية. أما الدين فلا يحدث فيه شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التشريع انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما علينا إلا الاتباع وألا نحدث شيئا من عندنا، ونقول هذا هو الذي يصلح لهذا العصر. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي يأتي بعد ذلك ويطلب غير الإسلام فهذا والعياذ بالله، أو يطلب غير ما كان عليه السلف فهذا يطلب غير الإسلام. قال الإمام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والله كلمة عظيمة، وهي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فلا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها، أي الذي أصلح أولها هو الكتاب والسنة، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا الكتاب والسنة واتباع هدي السلف الصالح. قال قوله: والسواد الأعظم الحق وأهله. قال: السواد هم أهل الحق وأهله المتمسكون به، وليس معنى السواد الأعظم مجرد الكثرة، معنى السواد الأعظم من كان على الحق ولو كانوا قليلين. يعني أهل الحق هم الجماعة حتى ولو كان واحدا. وإلا جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذات يوم في أيام الفتنة، وكان خصوم علي رضي الله عنه أكثر منه، كان خصوم علي أكثر منه، بل كان بعض الصحابة الذين شاركوا في المعارك كانوا في جهة معاوية، كانوا في جهة معاوية أكثرهم، يعني أكثر الصحابة كانوا في جهة اللي شاركوا، وهم قلة قلة قليلة جدا، لكن كان العدد الأكثر فيهم في جهة معاوية. حتى جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا إمام، كل الناس على باطل وأنت وحدك على الحق. يعني أغلب الصحابة وكبار التابعين اللي موجودين في الجهة الأخرى، فكل الناس على باطل وأنت وحدك على الحق. فقال: يا رجل، أتعرف الحق؟ اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. ولذلك الحق ليس بالكثرة، ولذلك لا يحكم على المسألة بالكثرة، إن هؤلاء أكثر من هؤلاء في هذه المسألة، لا، الأمر ينظر في الحكم الشرعي وفي الحق إلى أي جهة، ولذلك حتى ولو كانت هذه الجهة هي الجهة القليلة. قال: ولو كان رجلا واحدا من كان على الحق فهو السواد الأعظم. لا ننظر للكثرة، وإنما ننظر لما هو عليه، فقد تكون الكثرة على ضلال. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالكثرة لا يغتر بها ولا تتبع إلا إذا كانت على الحق. من كان على الحق فهو الجماعة، سواء كانوا قليلين أو كثيرين. الضابط هو ما كانوا عليه، هل هو حق أو باطل؟ فإن كان حقا فهم الجماعة، ولو لم يكن عليه إلا واحد، وإن كان باطلا فهو الضلال، وإن كان عليه أكثر الناس. والجماعة هم من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. قال قوله: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال: كفر يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر الأصغر تفصيلا بحسب المخالفة، وإلا لو كانت المخالفة في أمر هو ليس من الكفر الأكبر
فلا يقال بالكفر الأكبر، بل والله أعلم قد يقال أنه يقصد به كفر النعم، كفر النعم يعني في الكفر اللي هو دون الكفر الأكبر. فإن مثلا الذي لا يشكر الله عز وجل على نعمته في أمر من الأمور هذا نوع من كفر النعمة، التي تسيء إلى زوجها بلسانها وتتسلط عليه بلسانها هذا نوع من الكفر، وكفر النعمة أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرن العشير. نعم. قال فقوله فقد كفر ليس معناه أنه كفر الكفر المخرج من الملة مطلقا، قد يكون هذا وقد يكون الكفر الأصغر، المهم أن مخالفة السلف كفر، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر حسب المخالف. وكما ذكرنا أن كلمة أصغر يدخل فيها كفر النعم، يدخل فيها كفر الإيش النعم، وإلا على سبيل المثال إساءة معاملة الزوج نوع من الكفر، لكنه ليس الذي يدخل في معاني الشرك ونحو ذلك. قال أو أن المراد أنه إذا خالفهم في أول الأمر بالشيء اليسير ثم بالتدرج يخرج من الدين بالكلية، يبدأ يعني بالأمور اليسيرة ثم يظل هكذا يزيد حتى يخرج من الدين بالكلية، فيؤول أمره إلى الكفر إذا استمرأ المخالفة، فيؤول أمره إلى الكفر الأكبر والعياذ بالله، فيخرج من الدين كله يتدرج به الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء حتى يخرج من الدين كله، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك كما ذكرنا على سبيل الأمثلة التي سبقت، فالجهمية ونحوهم والمعتزلة بدأوا بالكلام بمسائل يسيرة في الأول، الشيعة بدأوا بالكلام في مسائل يسيرة وهي حب علي ونحو ذلك، تطرق الأمر مع الوقت بالإيش إلى أن وصل إلى الكفر والعياذ بالله. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.